السلام عليكم. السلام عليكم خاوتي، أزون صحاب رمضانكم. السلام عليكم، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن، مرحبا بكم. ولا بارطاجو بارطاجو خاوتي. السلام عليكم احبابنا، السلام عليكم. يا هضره قولنا الصون، الصون مليح، انا غير الصون يكون مليح ان شاء الله. ان شاء الله الصوت يكون مليح، الصوت راه مليح خاوة. دوك التحق بينا الاعلامي حسين جندعت ان شاء الله، نتكلمو في عدة مواضيع باذن الله ان شاء الله. صح افطرك خويا امين. السلام عليكم. اي الحمد لله، الحمد لله. وانا نبارطاجوها في بارطاجو خاوتي، بارطاجو لنا لي لايف باش اللي عنده جروب عنده عبسه يبارطاجينا معاه. هنا نمشيو ندخلو نشوفو ونبارطاجينا تاني في هواري. دار واحد، دار واحد، دار واحد. ابدا ابدا، دوك يدخل حسين معانا. صوت جيد. وانا السيد راه اللي انا يا درا يا درا يا درا. صح افطركم خاوة كاع. وانا صح افطركم جماعة، صح افطركم اجمعين. وانا بارطاجو معنا، دوك يجي معنا نتهضرو عمي حسين بو جندات ان شاء الله يدخل معنا في اللايف. الى تقدروا تبارطاجو بارطاجو معنا. قوموش يا بارطاجوهم تاع باجا تاع اوروفينا كليزات. فوالا، مرحبا بالجميع. اوروفينا كليزات بارطاجوها، كنا عندي دو باج، عندي اوروفينا كليزات وعندي محاربي الصحراء. دوك لي باج تاعو هيك، انا محاربي الصحراء. فوالا، صحابتو خويا ابراهيم، تحية تتحدث طلع معاك، جيبه بشاكرة تاعك، جيبه اسيدي، جيبه مرحبا بيه. جيبو جيبو له هو كوراج، جيبو يخرج معنا، اقسم بالله غير نطلعه، قسما بالله. هاي جيبو والله مقسم، واحد يقولي طلع معايا هذا مشاكرة، اقسم بالله غير نطلعه، غير جيبه. هاني نقسم لك بالله العلي العظيم قدام الناس، يدير طالب نفوته، اقسم بالله غير نفوته. هاي روح لا تعرف عيط له. هاي هاني نقولك مكان لا تحدك لا خشف، حبك مطر لي على تاع الدر هذا المبردع. هاي جبالي داخله، داخله دخله معنا وان شاء الله. والله نطلبوا معنا، نطلبوا من الناس سمح ديرك لا عنده ادله قويه. خلينا نتكلموا حاجه شابه، يا اتحدى ولا روحي. هاي انتخابات نتحدى، هيا سي اف هذا اتحدى، نتحدى غي يصبح ينباع عليا. اتحدى نقدم على التليفون، نقدم خاوتي ماشي مشكل. قمت حاجه اللي خاصكم رانا نخاو نقدموا خاوتي وناطوا جديد ان شاء الله. نتكلموا على كل شيء ان شاء الله. وانا عمي حسين ان شاء الله يكون دخل. وانا يا حسين، هيا هيا عمي حسين فينك؟ هيا عمي حسين، حسين بعتلي. وانا عمي حسين، ماما بعتلي عمي حسين، وانا سي حسين بعتلي ميساج مسيو حسين، حسين جناد بعتلي. ايوه ما عجبوش الحال اكوباي افلام وسيناروهات. ازول ازول قول حيا ليك. والله الحمد لله حاج حسين جنادية. شو نعيطو له في الهاتف اذا بدا لينا. والله مسيو حسين
طلع واحد قال صحفتكم مو فلان، صحفتكم احكي لنا على ونحكوا على الفيفا، نحكوا على الانتخابات. يا ولدي صح راجل واقف، انا وين راح؟ انا على روحي ما بعتليش. لا انا نقعك في دوموند، ليش ديني ميساج ما خرج ليش؟ ديني ميساج ديلي، دخل ميساج ديني ميساج معاه، ديني ميساج مع الناس هكا باش ندير لك دومون. في أمبولو هاديك الكاميرا ما جانيش ميساج مازال. حسين وين خليش كومنتات. سي بون دونك نبعت لك انفيتي حسين جنات، انفيتيتك نورمالمون تخرج دروك. وي سي بون خرجت. السلام عليكم. صباحنا. الحمد لله. واش السي هواري كيفاش راكم لاباس؟ انتم زاد اخويا صحة فطورك وفطور اللي راهم سهرين معانا ويسمحوا لنا. الحسنة تاعك في الحياة شفناها في النهار وشفناها دروك في الليل، كنت نجم تاعها. الله يسلمك يا خويا. ان شاء الله. يا خويا تحية ليك والجماعة اللي راهم يشاهدوا فينا ويسمحوا لنا اللي سهرناهم معانا قاع هذا الوقت. وان شاء الله ما نكونوش السبب باش غدوة ما ينوضوش للجمعة. ان شاء الله ينوضوا غدوة الجمعة تاعهم. صح رانا. حسين بس عليك الحمد لله. والله الحمد لله. 438 طلعوا لنا بارطاج شوية لعبوا 500 في 500 نقلعوا ان شاء الله. فوالا. ان شاء الله. ان شاء الله. صوتي ضعيف، راكم تسمعوا دروك؟ راك تسمع فيا مليح؟ انا نسمع فيك. اما اللي عنده بروبليم في التليفون تاع الصون تاعي يعني يدير كيت ما يشوفش يدير. والله ما نعرف. فوالا. الصوت ضعيف قال لك. انا نسمع فيك. الصوت نتاعي انا ضعيف. لا انا نتاعك مليح نسمع ضعيف. بين السيد اللي عنده التليفون تاعو فوديل ولا فوديل. ندخلوا معنا الصحفي فوديل الى خرج. تدخل فوديل؟ صافي فوديل يدخل معنا. اين هو فوديل؟ اين هو فوديل؟ بعث لي ميساج. بعد تدخل دير لنا ميساج فوديل. انا فوديل معنا كيما يقولوا نترو فوديل. بعث لي ميساج. ما خرجليش ميساج تاعك فوديل. فوديل فوديل حسين جنات ثقة ربي يحفظك ان شاء الله. نوصلك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك خويا. قال لك قلنا حاجة على 10 أواخر تاع رمضان. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. مليح الصوت. حسين قبل ما نروحوا نحكوا على الملف تاع الفيفا والطعن تاع اليوم. نحكوا على قرعه كاس افريقيا للامم. وقبل ما نروحوا نحكوا على جديد الطعن باش الناس يبقوا ساهرين معنا ان شاء الله. نحكوا على قرعه جزيرة كاس افريقيا ونحكوا على الطعن على حدود خاصه الطعن تاع التحكيم. انت ماشي الطعن الشكوى باسكو ما كانش ديسيزيون باش نديروا طعن الشكوى. طبعا طبعا كما تكلمنا اخر مره قلت لك ما كانش طعن كاين شكوى. طبعا نتكلموا على هذه ونتكلموا على الفيفا ونتكلموا على انتخابات الفاف على المكتب الفيدرالي. انتخابات ماشي وقتها انتخابات حتى يترسم كما يقولوا استقاله تاع مهاره تماك سيكون الحديث. تحكي على حاجه السيد مازال راهو رئيس كما يقولوا. ونتكلموا على استقاله عمر بهلول. اول حاجه قرعه كاس افريقيا ما هي حظوظ المنتخب الوطني والفرق المجموعه اللي رانا فيها. شوف هواري انا نظن بان كاس افريقيا يعني هذه الكاس الافريقيا الثالثه اللي راح تكون ب 24 فريق. 24 فريق انا نظن اليوم
ما عندناش عذر باش ما نتأهلوش، لأنه راهي نصف القارة، يعني نصف منتخبات القارة الإفريقية رايحين يكونوا حاضرين. وقت فات كنا كما تتذكروا يعني كانوا يتأهلوا 8 منتخبات فقط للدورة النهائية، وكانت تلعب بفوجين، كل فوج فيه 4، ومنتخب بتاعنا كان دائما حاضر. أنا نتذكر يعني سنة 1980، 82، 84، 86، 88، 90، 92 في زنقيشور، 94 تأهلنا ولكن قصونا بسبب القضية تاع كاروف. يعني كنا كل مرة نتأهلوا، كانوا 8 منتخبات من 54 منتخب كنا كل مرة نتأهلوا. اليوم ما يلزمش نخافوا من 24 فريق. كيفاش 24 فريق تتأهل، 24 منتخب تتأهل، الجزائر ما تكونش معاها معيب. وهذه الجورنال واحد النقطة مهمة هواري، أنه كنا في وقت مضى 8 منتخبات يتأهلوا من إفريقيا كنا دائما معاهم. وقت ما طبعا يعني كانوا 2 منتخبات من إفريقيا يمشوا لكأس العالم، احنا تأهلنا 2 منتخبات، احنا 82 احنا وكنا احنا والكاميرون مشينا كأس إفريقيا الأمم. اليوم انا اقول لك بان انا هذا اللي مره نمهد بالكلام تاعي، المونديال من 2026 فما فوق، 2026 على حساب اخر يعني واش راهم يقولوا رايحين يتاهلوا 9 منتخبات من افريقيا. يعني احنا من قبل 8 منتخبات كنا نتاهلوا كاس افريقيا، في المستقبل 9 منتخبات ما عندناش عذر باش ما نمشوش للمونديال، يلزم نمشوا للمونديال. احنا وقتها في 2012 ما رحناش، كانت 16 ايكيب وما رحناش. نعم انا راني نقول لك يعني شوف اليوم، اليوم كاين عده اطراف تنتقد اللاعبين تاع الثمانينات وتاع التسعينات ينتقدوهم، ولكن راني نقول لك هذوك اللاعبين وذاك المنتخب واللي كان متشكل في الاغلبيه نتاعو من لاعبين محليين بثمن منتخبات كنا نمشوا. صح في 2012 ما مشيناش لكاس افريقيا الامم، صح في 2008 ما مشيناش، 2006 ما مشيناش، ولكن راني نقول لك في التسعينات والثمانينات 8 منتخبات كنا نمشوا. اليوم راهي عندنا امكانيات باش نمشوا لكاس افريقيا الامم، وعندنا امكانيات لما راح تصبح القاره الافريقيه يتاهلوا منها 9 منتخبات نمشوا للمونديال. ما كاش كيفاش ما نمشوش لكاس العالم، الا نشوفوا منتخبات قل منا امكانيات وتمشي لكاس العالم وحنا ما نمشوش سي غراف. اليوم نقولوا القرعه تاع كاس افريقيا الامم هذه اللي دارت مؤخرا، انا نشوف نعم اوغندا والنيجر وتنزانيا. اليوم لو نشوفوا نحترموا لا هذول لازم نحترموهم، ولكن دير في بالك هذا 3 منافسين ما كانوش حاضرين في كاس افريقيا الامم الاخيره اللي جرات في الكاميرون، كلهم ما تاهلوش ما قدروش يتاهلوا. اليوم لو نشوفوا الفارق بيننا وبينهم في ترتيب الفيفا نشوفوا باننا احنا رانا في المرتبه 44 عالميا، هما رام اوغندا احسنهم، اوغندا راهي 86 عالميا. نشوفوا النيجر مثلا راهم 116 عالميا، نشوفوا تنزانيا راهي 130 عالميا. ولكن احنا الجزائريين دائما كي نشوفوا القرعه يعني في اي مجموعه نقولوا بانها سهله وفي المتناول. هذه كلمة سهلة في المتناول يلزم ننحوها من القاموس تاعنا. رانا شفنا في كأس إفريقيا الأمم مؤخرا في الكاميرون كيفاش كنا نقولوا على المجموعة تاعنا، كنا نقولوا باستثناء الكوت ديفوار واللي نقدروا نجوزوهم، البقية سواء سيراليون أو غينيا الاستوائية كنا نقولوا عليهم بأنهم سهلين، ولكن في نهاية المطاف خرجنا في المرتبة الرابعة وبنقطة واحدة. والمنتخب تاعنا اللي كان بطل افريقيا وفي المرتبه الاولى في 2019 في 2022 اصبح من بين 24 منتخب احتلينا المرتبه 21. لذا نقول بان اليوم لازم نحطوا رجلينا في الارض، ورانا رطار يعني رانا متاخرين شويه. لماذا؟ لان لحد الساعه الرسميين سواء الناخب الوطني كمسؤول على الجهاز الفني أو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ممثلة في شخص رئيس الاتحادية أو المدير التقني الوطني، أو لحد الساعة ولا واحد فيهم أدلى بتصريح. كل المنتخبات
المدربين نتاعهم المسؤولين نتاعهم اعطاو رايهم في القرعه وفي المجموعه اللي وقعوا فيها المنتخبات نتاعهم وعبروا يعني. الا الجزائر اليوم لا تصريحات تاع الناخب الوطني ولا تصريحات تاع مسؤولي الاتحاديه، على الاقل ينورونا، ما زلنا يهضروا لنا غير على التاريخ تاع 21 والفيفا واش راح يقولوا على الماتش تاع الكاميرون. معليش قال لك الجديد حبه والقديم لا تفرط فيه، احنا مقابله الكاميرون نعتبروها قديمه ونعتبروها من الماضي، ولكن الحديث اليوم على المستقبل. احنا راهي تستنى فينا كاس فرق الامم، تستنى فينا زوج مقابلات، بقى لنا شهر واقل من شهر ونصف راح نلعبوا زوج مقابلات. انا نظن باللي اليوم يلزم ان نطوي صفحه الماضي ونفتحوا الصفحه تاع المستقبل. صح المنتخبات اللي وقعنا معاهم ما نقدروا نتجاوزوهم، ولكن ترك سافرت هواري وراك شفت المناخ في خاصه في تنزانيا وفي اوغندا، المناخ ما ساعدناش، وحنا اللاعبين تاعنا ديما يشتكوا من المناخ ومن الرطوبه العاليه. وراك شفت واش صار لنا مع تنزانيا في 2016 لما تعادلنا معاهم 2-2 في تنزانيا وفزنا عليهم بسبعه في البوليده. اذا اليوم يلزم نحضروا بجديه ونحوا هذيك ذيك الهضره نتاع قال احنا فافوري واحنا احسن منهم واحنا ذيك. مباراه النيجر الاخيره، بس نعم اخر مباراه نلعبوا في النيجر ان شاء الله ما تكونش تكون الامور محسومه، حسيت يكون في شهر رمضان العام القادم ان شاء الله. ان شاء الله. لا شوف هواري انني قلت لك يعني 24 منتخب عيب اذا ما تاهلوش لكاس افريقيا الامم مع ال 24. النيجر فزنا عليهم في بلادهم، فزنا عليهم باربعه وفزنا عليهم بسته. اليوم ربما المعطيات تغير، لان كان الحلم نتاعنا اننا نمشوا لكاس العالم، ما مشيناش لكاس العالم. اليوم ربما يعني من ناحيه ذهنيا اللاعبين ما راهمش محضرين مليح. اليوم الطاقم الفني المدرب عنده خدمه كبيره تنتظر فيه باش يرفع المعنويه تاع اللاعبين وباش يحاولوا باش ينسيوهم في الماضي ويحفزوهم باش يكونوا في المستوى في اللقاءات القادمه. سؤال يخص هذا التصفيه في كاس افريقيا، ما هو الملعب اللي غادي يلعب فيه مباراه الجزائر اوغندا في شهر جوان؟ حسب معلومات جاتني من مصادر من الفاف يقول لك في اخر مباراه تاع كاس العالم هذه اشتكاو كثيرا من ملعب تشاكر وقال لك باللي ما راش اومولوجي، وصيناكم ودرنا لكم عده كما يقولوا نقاط باش ديروها، ولكن قالوا لي بصفه بنسبه كبيره الكاف ما تقبلش ملعب البوليده، قال لك باسكو خاصه دو موضوع على لي فيستير يديروهم هذاك القانون الجديد. لي فيستير قال لك يجوا تحت لي تريبين اوفيسيال، قانون جديد تاع وملعب شوف هواري ملعب وهران باش نكونوا واقعيين سي حسين، ملعب وهران من 99% ما غاديش يمدوه المنتخب الوطني في شهر جوان، شهر سبتمبر ما كان حتى مشكل، ولكن كاين العاب بحر المتوسط ما غاديش الملعب يعطوه للمنتخب الوطني باسكو راهم بازين على وكانوا نكونوا صراحة لو كان مشي العاب متوسط العاب على البحر المتوسط يقول لك بلي استطاعوه ما يوجدوهش. شوف هواري نكونوا على بالك بلي اسمح لي ملعب 5 جويليا باش نوضحوا للجماهير، ملعب 5 جويليا راه كما نقول لك مؤهل مؤقتا، كاين امر تاع لي فيستير مازال راهم يدوموندو لي فيستير قال لك يكونوا تحت التريبيون اوفيسيال باسكو جاي في الكوتي تاع الفيراج، راهم يدوموندو لي فيستير قال لك يجي وما كانش المقاعد في الكرادا وفي الفيراج وليكليراج ناقص بحوالي 30% فيها 70%، هادو ثلاث نقاط اللي لاكاف دونتهم، هذه معلومات رسميه. شوف هواري احنا في وقت فات ملعب البليده علاش حتى جاو المنتخب الوطني وبداو يستقبلوا في ملعب البليده؟ احنا المقابله اللي لعبناها مع غينيا نهار انهزمنا ب2-0 في ملعب 5 جويليا، وكان عندنا منتخب قوي انا ذاك اذا تتذكر، كنا لعبنا مع الارجنتين ولعبنا يعني درنا مقابلات كبار. ونهار اللي جات المقابله تاع غينيا المقابله اللي نفوزوا بها نتاهلوا كاس افريقيا الامم 2008 خسرنا هذيك المقابله في ملعب 5 جويليا 2-0. واش صرا في هذيك المقابله هواري؟ هذاك الوقت تعرف كان ما كانش مركز سيدي موسى، كان المنتخب الوطني كان يقيم في الفنادق، كان في الفنادق كانوا هذاك الوقت
ان لم تخن الذاكره، كانوا الاقامه تاعهم كانت في فندق الهيلتون. كانوا اللاعبين اشتكوا كثير في هذاك الوقت. انا نتذكر هذاك الوقت كان عنتر يحيى هو القائد، كان اشتكى العضو في المكتب الفيدرالي انذاك، قال له تصور ان هذوك الحراس اللي داروهم يرافقوا المنتخب الوطني يمشوا عند اللاعبين على الزوج تاع الليل، يدقدق الجوار في الباب يقول له يا ودي نوضه، وجاني واحد فاميلتي جا من بعيد وجاب ولاده وحبوا يتصوروا مع اللاعبين، كانوا حرجوا اللاعبين كثير. هذه وحده. ثانيا تعرف الحافله اللي دات اللاعبين ذاك الوقت من الفندق حتى للملعب مع الطريق، تعرف نهار اللي يلعب المنتخب الوطني في ملعب 5 جويلية وصار يجو وتقوى الزحمه في الطريق، الحافله دارت حوالي ساعتين باش لحقت للملعب، من الفندق للملعب دارت حوالي ساعتين. هذه الامور كامله تاثر على الاداء تاع اللاعبين. بعد هذيك الهزيمه هزمنا مع غينيا، ثم وين كان ذاك الوقت كان حميد حداج هو كان رئيس الاتحاديه، ثم وين فكروا قال لك يلزم نلقاو حل، ما نبقاوش بهذه الطريقه. بعدها مباشره كان جا روراوا، عاود ولا روراوا على راس الاتحاديه في 2009، ثم وين روراوا مشى قال يلزم نخدموا مركز سيدي موسى، وثم هو وقف عليه شخصيا وخدموه مركز سيدي موسى، وجاو قالوا على الاقل نبداو نرسوا في البليده. كان الاشكال انذاك تاع الاقامه، وان كانوا الناحيه العسكريه الاولى عطاهم الفندق العسكري اللي جاي في البليده، او معروف اللي في البليده يعرفوه اللي مقابل تاع شنو كما يسموهم، وكنا حكينا عليه كيفاش خدموه من قبل، وكيفاش كان العضو الفيدرالي محمد خليفيه اللي كان هو شخصيا خدم هذاك الفندق وحضره، والمنتخب الوطني بداوا يحضروا في ذاك الفندق ويلعبوا في ملعب تشاكاري سما قريبه. النتائج جات النتائج لدرجه انهم حتى هذاك الملعب واش داروا له التحجز غير للمنتخب الوطني. وهذاك يعني اليوم يلزم البليده يلزم نشكرهم على واش قدموا للمنتخب الوطني. لماذا؟ لان البليده ضحاوا بفريق اتحاد البوليده. فريق اتحاد البوليده تصور انه بدا يستقبل، احيانا كان يستقبل في شلف، يمشي ويقطع عليك المسافه تاع 160 كيلومتر باش يستقبل منافسيه في شلف، على جال باش يخلوا الملعب يوفروه للمنتخب الوطني. البليده يعني ملعب تشاكر، المنتخب الوطني تاعنا استفاد منه كثير وتاهلنا منه مرتين لكاس العالم. اليوم تغيرت المعطيات، اليوم راهو عندنا مركز سيدي موسى، نقدروا نعاودوا نولوا الملعب 5 جويليه. بون تنقل تاع الفريق يعني نهار المقابله ولا هذاك الشيء، كاين جهات رسميه اللي تتكفل بهذاك الشيء. اليوم ملعب وهران، لانه كاين ناس بزاف يقول لك لماذا المنتخب الوطني يعني محتكرين يعني غير منطقه الوسط اللي المنتخب الوطني يلعب عندهم. انا نظن اليوم ملعب وهران هو ملعب وهران الجديد حسب معلوماتي، حسب ما بلغني، انا مازال ما رحتش لهذاك الملعب وما شفتوش، ولكن يقال بانه ما كاش فيه ملعب نتاع التدريب لحد الساعه، ما كاش ملعب تاع التدريب. اليوم اذا ملعب وهران ما كاش وين تتدرب، كيفاش تلعب فيه؟ هذه وحده. طبعا وانا اليوم نزيد لك حاجه، انا باش نطالب المنتخب الوطني يلعب في وهران، لماذا بين المنتخب هذا يلعب في وهران ويلعب في توغورت ويلعب في عنابه وفي تمرست ويلعب بارتو؟ لان الجزائر وين يمشي المنتخب انا متاكد باللي الملعب راح يكون مكتظ عن اخره. انا اليوم انا من هنا نطالب بحاجه، كاين عندنا مدن مثلا كما وهران كما عنابه كما قسنطينه كما هذه المدن، انا نتمنى يبنوا فيها مراكز كما تاع سيدي موسى. لما يكون فيها مركز كما تاع سيدي موسى المنتخب الوطني يقدر يتدرب باريحيه واقامه مريحه للاعبين وكلش، نهار المقابله ما تهمش، يبقى لك الملعب تروح تلعب. اليوم نطالبوا مثلا المنتخب الوطني ندوهم الوهران وما كاش وين يتدربوا، ما كاش حتى ملعب وين يتدربوا. اسكو يتدربوا في الملعب الرئيسي؟ ما كاش منها، ما تقدرش تدرب في الملعب الرئيسي. دير في بالك باللي تدرب انت ويدرب المنتخب المنافس اللي يجي يلعب معاك. ما عندكش وين تديه يتدرب، تديه المستغانم، تديه للسيك، وين تديه؟ بعيد. على هذا نتمنى ان شاء الله يعني كما كاين مركز تاع سيدي موسى هنا في الوسط، نتمنى ويكونوا مراكز كما تاع سيدي موسى، سواء في عنابه، في وهران، في قسنطينه، في مدن داخليه ايضا ولما لا، والمنتخب الوطني بعد كي يكونوا عنده هذا توفر له هذه الامكانيات
يقدر يستقبل في أي مدينة من المدن. اوكي عمي حسين، شكرا. من بعد نروحوا للسوجي تاع، انا عندي واحد السوجي ساخن تاع الشان، اذا قدنا الوقت نتكلموا عليه، ولكن لما قدناش الوقت ما نروحوش. قبل ما نروحوا نحكوا على الطعن ومستجدات طعن المنتخب الوطني في القضيه تاع قسامه، قضيه الساعه اللي كل الناس راهي دوموند عليها. قبل ما نروحوا لها، نروحوا لقضيه المكتب الفيدرالي واخر اجتماع تاع البيرو فيدرال اللي صار عنده 3 ايام في سيدي موسى. شفنا قرارات من عمارة اللي دار يوم 19 ماي هو جمعية عامة العادية، ويوم 9 جوان إن جمعية انتخابية، ولكن قبلها كاين 12 ماي كاين انت جمعية عامة تاع تكييف القوانين تاع الفيفا اللي ناط عليها الحالة العام اللي فات، وناضوا وقال لك باللي طبعا الجزائر ستعاقب و و و و ولكن بعد عام ما كان لا تقوي لا تكويف لا تكيف قوانين لا شيء. نور الرأي العام باللي انت ممكن عندك معلومات، نقاط مهمة، نقاط مهمة. تقصد في الاجتماع تاع المكتب الفيدرالي؟ ايه، ممكن عندك نقاط مهمة على شو المكتب الفيدرالي، نقاط مهمة على تكييف القوانين. انا المعلومة اللي عجبتني في هذه تاع تكييف القوانين، رسميا بصفة رسمية كما يقول مش إلغاء، حل الكوميسيون اللي تاع الترشيحات، اللجنة تاع الانتخابات والترشيحات اللي يترأسها يحيى، اللي أصلا يحيى رئيس الاتحاد الشاوية العام اللي فات داروها بوضعية غير قانونية، والناس شكات، ولكن فات اللي فات كما يقولوا. أنا هذه اللي على بالي بها، مازال بدا بك تزيد تنورنا بهذه تكييف القوانين. كاش عندك انت قوانين جديدة شوف شوف، تطبقها؟ هو هذه تاع تكييف القوانين اللي تتذكروا رئيس الاتحاديه الجديد عمارة شرف الدين عند انتخابه في 2015 في 15 افريل 2021 كان قدم البرنامج تاعو وقال في شهر جويليا رايحين نديروا رايحين نكيفوا القوانين شهر جويليا 21. اليوم جويليا لليوم تقريبا حوالي 9 شهور تقريبا، نقولوا 9 شهور، حوالي 9 شهور ما كانت كيف قوانين ولا هم يحزنون. وهذوك الناس اللي كانوا يهدوا فينا ويقول لك باللي رانا الفيفا وراح تعاقبنا وتعاقب المنتخب الوطني والدير والدير، هذوك باين علاش كانوا يهدوا، لانهم كانوا يخدموا لجهات ما وكانوا حابين الاتحاديه تبقى هي هي ما يتغير فيها حتى شيء. ولكن النتيجه نعرفها كلنا بان تغير، كان تغيير، والفيفا ما عاقبتنا ما كان عندها شيء. اليوم تغيير تكييف هذه القوانين انا اشوف فيهم يعني شيء مليح، يعني كي تكييف القوانين وتتمشى مع التطورات يعني تاع الفيفا واش يكون في الفيفا شيء جميل. ولكن تعرف هواري، احنا عندنا كي تقول لي انت مثلا على لجنه الترشيحات، ترشيحات شوف اللي دار ياحي، داروا على راس لجنه الترشيحات، داروا خير الدين زتشي هو اللي داروا. وعلاش داروا خير الدين زتشي؟ داروا زكاره في روراوا، هذه ما فيهاش نقاش. انت روراوا ما تتفاهمش مع ياحي، وانت روراوا انت اللي عاقبت ياحي. اليوم انا ندير ياحي هو في لجنه الترشيحات، وداروا ياحي في لجنه الترشيحات. شوف انا ما يهمنيش خطا ولا مش خطا، يستل هذا الراجل يكون ولا ما يستلش، هذا الشيء انا ما يهمنيش. ولكن الطريقه والخلفيات اللي تدير بهم تنصب بهم اشخاص في لجان او في هيئات، هذه هي اللي ما يعني هذه الطريقه اللي ما يلزمش تكون. لان انت تشاحن من نهار اللي حكمت هذه الاتحاديه، وانت تشاحن وانت تنتقم حتى النهار اللي جيت ماشي، يعني حتى 4 سنوات وما زلت تسير بنفس العقليه. هذه هي الشيء اللي ما يلزمش يكون. وان كان يعني وان كان ربما احنا نقولوا زتشي ما غلطش. لماذا ما غلطش؟ لانه حتى هو لما ترشح للاتحاديه في 2017 للانتخابات اللي فاز فيهم في 20 مارس 2017 كانت لجنه الترشيحات اندارت بنفس الطريقه اللي اندارت في نهايه العهده تاع زتشي. الا تتذكروا كان باعمر، ومن بعد باعمر حبوا ذاك الوقت الوزير حب يفرض عليه باش الانتخابات عطالو، قالوا ديرها في التاريخ الفلاني، وبعمر حب يمشي بطريقه قانونيه وكانوا اختلفوا، وبعمر طفى التليفون ومشى راح الورقله.
وبعده واش داروا؟ داروا لجنه اخرى، وداروا ذاك الوقت داروا حمار، وداروا داروا جماعه. المهم داروا لجنه وداروا الانتخابات، وقلنا في وقتها بانها طريقه غير قانونيه. وانا حتى الملف مازال عندي، الملف كامل راني محتفظ به، يعني فيه خروقات خارقه للعاده. اليوم انا نشوف بان تكييف القوانين شيء لازم منه، لازم يكون. لجنه الترشيحات مع القوانين الجديده راح تتغير، حتبر راح تتغير. الان راه كلام كبير يقال على بقاء عماره او ذهاب عماره. كاين بزاف انا اللي يتصلوا بيا ويقولوا لي راه عماره راه يخطط باش يبقى على راس الاتحاديه. من حقه. انا اقول لك انا من حقه يطمع. من حقه، اذا حاب يبقى يبقى، اذا كان يسمحوا له باش يبقى يبقى، اذا شاف روحه قادر يبقى الله يسهل. احنا ما عندناش اشكال. احنا واش جينا نشرحوا الامر كيفاش راهو ماشي. اليوم هو رئيس الاتحاديه عماره، نهار اللي اعلن على الاستقاله تاعو، هو كان يعتقد، انا راني متاكد باللي كان جاته تعليمات باش يستقيل. قال خلاص فشلنا، روح تربح. هذه هي. هو لما جا دار اجتماع مع اعضاء المكتب الفيدرالي، كان داير في باله بانه لما يقول لهم باللي جيت باش نستقيل ونروحوا كاملين، يوافقوا ويردوا يديهم ويوافقوا ويمشيوا. ولكن هما فاجئوه لما قالوا له روح غير انت، احنا ما نمشوش. في هذه هو تراجع وقال نكمل حتى للجمعيه العامه. اليوم انا المعلومه اللي عندي هواري تقول بان اعضاء المكتب الفيدرالي اللي رفضوا باش يستقيلوا نهار قال لهم عماره باش نمشوا، اليوم مازالوا رافضين باش يمشوا، ورايحين واش يديروا؟ رايحين يرفضوا الاستقاله تاع عماره. هذا اكيد معلوماتي تقول بانهم راهم رايحين يرفضوا الاستقاله تاع عماره، وراهم يحاولوا مع رؤساء الرابطات باش رؤساء الرابطات ايضا بدورهم يرفضوا في الجمعيه العامه يرفضوا الاستقاله تاع عماره، وبالتالي راهم حابين عماره يكمل والمكتب تاعو هذا يكمل. الان هل السلطات راح توافق؟ هنا بيت القصيد. وانا لما نتكلم على السلطات اليوم ما نتكلمش غير على الانتخابات هواري. اليوم انا يا السلطات، الدوله الجزائريه يلزم تتدخل. انا نقول لك علاش يلزم تتدخل. الرئيس القديم تاع الفاف، سواء نبقى عماره او يجي رئيس جديد للفاف، يلزم من عاود نولو للكاف، يلزم من عاودو الانتخابات القادمه تاع الكاف، يلزم يكون عندنا عضو في الكاف. وباش يكون عندنا عضو في الكاف، هي صعبه ماهيش سهله، ولكن لما تتدخل السلطات وتتدخل الدوله والدبلوماسيه الجزائريه، لا ما نقولوش تتدخل لان تتدخل في الاتحاديه، ما تدخلش الاتحاديه عمل تاع الاتحاديه امر اخر، ولكن السلطات لما تتدخل الدبلوماسية الجزائرية في الخارج تقدر. هواري الدبلوماسية الجزائرية، أنا أنت خبرة ومحنك في إفريقيا، مش أنت ولا غيرنا. تتدخل السلطات وتعاون، وكما يكونش واحد مناسب واللي دايرين به في الحملة ناس أقوياء في أدغال إفريقيا، والله بالدبلوماسية الجزائرية والله ما تربحها. لا لا لا، شوف 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 هواري، شوف أنا أقول لك حاجة. اليوم شوف المغرب كيفاش كيما داك اوم 2019 جبنا عمار بهلول، كانت الدبلوماسيه، ما تقولش دبلوماسيه كانت معاه، وقفوا معاه ماكسيموم. ما شوف شوف ما تجيبليش تاع عمار بهلول يا هواري يا هواري. ما اسمع، عمار بهلول تعرف شكون اللي وقف معاه؟ هو المنافس تاعو شكون؟ كان المنافس تاعو الشلماني الليبي. تعرف شكون وقف معاه؟ وقف معاه الجعفري الليبي. خضر بالله الليبي خدم له، يعني الليبي الجعفري ربي يرحمه اللي توفى مؤخرا بالكوفيد، هذاك ما يتفاهمش مع الشلماني. يعني ليبي وقف ضد ليبي ولد بلاده باش خدم في الكواليس في افريقيا، خدم العمار بهلول. اعطينا سكوب حسين خويا، اعطينا سكوب نتاع على بالك بها وانا على بالي بها باش الناس تعرف. هذا سكوب صح، على بالك باللي العام الجاي ان شاء الله كاين انتخابات جزئيه تاع الكاف. طبعا طبعا، انتخابات نوعا ما سهله، نوعا ما سهله طبعا. المنافسين تاعنا المغرب ما يتنافش معنا، ما عندوش دروا، التونسي ما عندوش دروا، مصر ما عندوش دروا، عندنا منافس طبعا. واحد هو الليبي، هو الليبي هو الشلماني. انت عندك معلومه باللي الليبي يقدر ينسحب على جال الجزائر؟ يقدر ينسحب. ولو معلاه باش الناس تعرف.
شوف انا شوف انا يرجع. على شوف نقول لك حاجه، الدبلوماسيه الجزائريه، انت ما خليتنيش نكمل الدبلوماسيه، لان الدبلوماسيه الجزائريه لما تتدخل في البلدان الافريقيه يلزم تخلي المسؤولين تاعهم في بلدانهم، مثلا غدوه وزير الشباب والرياضه او الدوله، مثلا دوله بوركينا فاسو لما يطالبوا بالعضو نتاعهم يقولوا له في الانتخابات انتخب على ممثل الجزائر، ومش راح ما يقولش لا. هذا هو الدور تاع الدبلوماسيه. المغرب، لماذا مثلا المغرب لقجع نهار اللي فاز في الانتخابات وسيطروا على، واش داروا؟ الدبلوماسيه تاعهم خدمت بقوه، لحقت لدرجه انهم خدموا ملاعب في بلدان افريقيا، فرشوا لهم ساتيتيك، داروا لهم خدموا لهم، خدمت بزاف باش وشي اللي فازوا علينا ومشاو. نعم. نكون صراحة، باش تخدم انت قمر كيما دوت اللي يقول في الفيفا افريقيا تكرسها، هذه خدمة سنوات. كاين أني معاهدات، معاك، معاهدات أني بين معاك. وزارة الثقافة وزارة الرياضة او وزارة الاقتصاد، دير دي كوميرس عندهم. ما نبغوش ندخلوا في التفاصيل باش ما نغموش الشعب الجزائري. كاين لا، شوف قوانين عامة يا في هواري، يا بعض هواري، المجالات في افريقيا. يا هواري، احنا الدبلوماسية تاعنا في افريقيا، احنا في هذا الخدمة اللي تقول لي عليها، هذه احنا خادمينها في افريقيا، هذه صحيح، الامور احنا لا الافارقة، نقصد الافارقة رانا نخدموا معاهم، دائما نخدموا معاهم، والافارقة دائما يحتاجوا الجزائر، دائما يحتاجونا. اليوم كي تتدخل في امر كيما هذا، احنا اليوم يلزم نعاود نقولوا لاكاب. اليوم اذا الدولة الجزائرية راهي حابة باش تكون، يعني باش نكونوا عندنا اليوم، ما نبقاوش نتحقروا كما رانا نتحقروا، عيب اليوم بلاد كما الجزائر تتحقر بهذه الطريقه، يجي واحد كما قصامه ولا يجي مش عارف انا واش يحقرك في بلادك، واليوم في القرعه يحقروك وفي الملاعب يحقروك وفي كل شيء يحقروك، عيب. اليوم تشوف، انا نشوف جيبوتي اللي راهي تخسر بالعشره او بال12، عندهم ممثل تاعهم وعضو فعال في الكاف. ايه يعني الصومال عندهم جزر القمر تاعهم جزر القمر، الصومال، يعني كاع عندهم جزر ممثلين. القمر احنا تاعهم في الجزائر ما صومال. عندناش، عيب كبير هذا. على هذا كان يقول لك يلزم الدبلوماسيه تاعنا تتدخل، في كاميرون يلزم الدبلوماسيه تاعنا تتدخل. هذا واش اللي بتقول. ونزيد لك حاجه، انت ماذا عاود توليت لي لعمار بهلول نهار اللي مع الشلماني، وكان الشلماني فاز عليه، وعمار بهلول مازال يتحدث ويقول بان 26 صوت ولا ما نعرف 24 24 صوت ويفتخر بهذيك. احنا لما كنا قويين في الكاف، انا نحكي لك الانتخابات اللي جرت في 2000 في 2013 في نيجيريا، ثم وكرر وفاز بالعهده الثانيه، كنا قويين تاع الصح. شوف النهار اللي كانت راح تجرى هذيك الانتخابات، كان روراوا كان ماشي لنيجيريا في اليوم اللي كانوا داروا المؤتمر هذا الكونغري، كان فاز رايح لنيجيريا، كان ماشي هو وكان العضو تاع عضو المكتب الفيدرالي اللي كان معاه محمد خليفية، كان معاه كانوا تفاهموا. تونس كونتر عليه تاعنا نسيب الرئيس نعم، طرابلسي. لا نمشي طرابلسي. لا، شيبو، شيبو لا، هو كان الليبي، كان اللي منافس تاعو، كان الليبي جعفري هو الليبي اللي كان منافس تاع روراوا. نهار اللي كانوا ماشيين روراوا تفاهم معاه، كان رايح معاه عضو المكتب الفيدرالي خليفيه، محمد خليفيه هو اللي كان ماشي معاه. نهار اللي مشاو تفاهموا باش يتلاقاو الصباح في المطار هنا ومن هنا يمشوا باش يروحوا نيجيريا، روراوا ما لحقش، ما جاش للمطار، كان كلمه خليفيه قال له الحاج وين راك قريب الرحله؟ قال له راني مريض ما نقدرش، كان مريض هذاك الوقت، قال له ما قدرتش نوض من الفراش. وكيفاش نديروا هذه الانتخابات؟ قال له دوك نكلم انا حياته وانت روح، وعلى ربي لا جات ولا ما جاتش انا مانيش قادر، مستحيل نقدر ندي بلاصي. خليفيه مشى كيلحق في ماك نيجيريا، مشى مباشره عند عيسى حياته، عيسى حياته هو اللي كان رئيس الكاف. عيسى حياته قال له، قال الخليفيه قال له راهو كلمني راهو قال لي ما نقدرش نجي. قال له دوك الامر صعيب، واحد مترشح وما يحضرش صعيب، قال له ولكن نحاولوا. عيسى حياته كان استدعى الممثل الليبي وطلب منه، قال له يا ودي انسحب وخلينا روراوا، لان روراوا احنا نحتاجوه في الكاف، قالوا لي انه نحتاجوه بزاف في الكاف، قال له تم من الاحسن ننسحب واللي تطلبها رانا واجدين، ما كاش مشكل. الليبي كان رفض، والاكثر من هذا انه طلب من عيسى حياته، قال له عندي الرساله من عند معمر القذافي نقراها في على الحضور في الجمعيه العامه. عيسى حياته قال له اعطيني نشوف الرساله هذه قبل وقول لك تقراها ما تقراهاش.
لما طلع لهذيك الرساله قال له انا راك تشتم في الفيفا وتشتم في الكاب وتشتم، قال له كيف نعطي لك انا فرصه باش تشتم هذوك من عندي؟ قال له لا، الليبي ما حبش ينسحب، رفض باش ينسحب. واش داروا؟ عيسى حياته بدا يخدم في الكواليس، قال لك يلزم غير روراوه اللي يجوز، ما كيفاش حنا نديروا دروك يعني انا نسحق روراوه ما نسحقش الليبي. حاولوا معاه الليبي، حاولوا ما حبش ينسحب، بداوا يخدموا في الكواليس. خدموا في الكواليس، المهم نهار اللي داروا الانتخابات النتيجه النهائيه محمد روراوه من 54 صوت ادى 53 صوت، واللي بيد الصوت نتاع بلاده فقط. السلام عليكم. فهمت. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكم لاباس؟ صحه فطوركم. الله يبارك فيك. صحفي فوضي. الحمد لله. صحه سي فوضي. لا اسمح لي نكمل. الله يبارك فيك. تفضل كمل كمل. الله يبارك فيك. قلت لك على هذه اليوم انا كيجي عمار ويقول لك انا ديت 24 صوت وما كاش كيما انا وما كاش انتخابات انت اللي شاركت فيها. ديجا احنا ما عطيناش اهميه للكاف، هذه كانت سبب من الاسباب اللي شافونا الكاف باننا ما قيمناهمش. تعرف انت اللي يترشحوا، اللي يترشحوا المنصب تاع عضويه الكاف دائما يكونوا رؤساء الاتحاديات، بينما احنا ذاك الوقت خير الدين زتشي تكبر شويه على الكاف ورسل لهم عضو. ديجا هما كي شافوه قال لك يعني هما كان ماذا بهم هذا عمار بهلول ما يجوزش، لانهم ما كانش كيفاش يكون معاهم عضو، عضو في الاتحاد الجزائري لكرة القدم يكون معاهم عضو في الكاف. وللاسف خسرناها، يعني كانت سهله هذيك باش نفوزوا بها، خاصه لما قلت لك بان الشلماني عبد الحكيم الشلماني كان من داخل ليبيا كانوا ضده، كانوا يخدموا لعمر بهلول. للاسف ضيعنا هذاك المنصب، وبعد صرا اللي صرا وحتى لحقنا اليوم راك تشوف راهي وصلنا. استاذ كما يقولوا الاخر دروك ما كي راك تشوف المستقبل تاع الفيدراليه مع المكتب الفيدرالي، هل كاين استقالات في قادم الايام؟ استقالات منين؟ من المكتب الفيدرالي؟ من المكتب الفيدرالي. شوف انا كنت نشوف معطيات في البدايه، كنت نشوف بان كاين ضغط عليهم باش يمشوا، وانا اليوم راني متاكد باللي مازال عليهم ضغط باش يمشوا هذو اعضاء المكتب الفيدرالي. انا ما نشوفش باللي راح يبقاو سواء عماره او اعضاء المكتب الفيدرالي اللي معاه، انا نشوف فيهم باللي راحين يمشوا. ما يوصلوش. كاين مناورات، كاين راهم يحاولوا كيفاش يبقاو، ولكن اخر المعلومات تقول بانهم راحين يمشوا، يعني الاستقاله راح تقبل، وعماره والاعضاء تاعو راحين يمشيو، ورؤساء الرابطات كان الاشكال في هذوك الربعه رؤساء الرابطات اللي هما عمار سمحوا لهم باش يعاودوا يولوا للرابطات نتاعهم. الاشكال راهو هنا، وين كيفاش يعاودوا يولوا؟ هما استقالوا من الرابطات نتاعهم. بو عمار بهلول ما استقالش، لان انا كنت في حصه تلفزيونيه في قناه الحياه كنت وجهت له السؤال مباشره لانه كان معايا في البلاطو، قلت له بانه كاين معلومه ان في 15 ماي 2021 استقلت وقدمت، ثم بين اربعه قدمت الاستقاله تاعكم. قال لي انا لم استقل، قال لي الاخرين مانيش عارف، مي انا معلوماتي رسميه انهم الاخرين قدموا الاستقاله تاعهم. كاين بن حمزه رئيس الرابطه الجهويه تاع سعيده، وجلالي طويل رئيس رابطه شلف الولائيه، ورشيد وكالي رئيس رابطه العاصمه، هذوما قدموا الاستقاله تاعهم رسميا. الان كي راهم يقولوا لهم تقدروا تعاودوا تولوا الرابطه تاعكم، يعني رانا رايحين نزيدوا نعفسوا على القانون اكثر واكثر. ستكون مفاجاه في قادم الايام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون مفاجات في الطريق الصحيح، يعني ما تكونش مفاجات اللي تزيد الضر على المسيره تاع الاتحاد الجزائري. فوالا، باقي لنا جزئين، الجزء قبل نروحوا للمستقبل بالماضي ولا نروحوا للطعن تاع الكاف؟ كيما تحب، احنا واجدين. الطعن تاع الكاف. دقيقة برك هواري نعطيك نصحح لك برك نصحح لك لو تيرم المصطلح. ما تقدرش تقول طعن ما دام ما كانش قرار، ما نقولوش طعن، ما بلاش كيفاش نسموه. هذا الخطا جاء من الاتحاديه في الاول لما قالوا رانا درنا طعن. الطعن يكون بعد صدور الحكم، كما يعجبكش الحكم دير تطعن فيه،
احنا ما كاش حكم، احنا ما كاش قرار يعني اللي خرج من الفيفا. ما فهمنا والو عمي حسين. عمي حسين حبيت برك وضح برك للمشاهدين على البيان لو كومينيكي اللي دارتو لافاف ريسامون. قال لك باللي هناك اخطاء تحكيميه تقنيه يعني استنادا لاخطاء تقنيه. اولا اين هو الخطا التقني؟ طيله 120 دقيقه. ثانيا اذا كان هناك خطا تقني اين هي الاحترازات التقنيه اللي لازم يتحطوا مباشره بعد الخطا؟ في اول توقف بعد الخطا يصير الاحتراز التقني. هذه لازم المشاهد يعرف، باسكو لا رانا نشوفوا بلي كاين بزاف كما يقول لك شغل توجيه، شغل راهم يوجهوا فينا وراهم يصرحوا في الشعب، شغل راهم يصرحوا فيه راهم يصرحوا فيه. طبعا خلوها الجزء الاخير نتكلموا عليها. نروح في المستقبل. تفضل عمي حسين. روح معليش روح هواري راه نحي غير يدك باش لا فوتو من بعد ما نسجلوا بنديروا دي مقاطع تكون من يدك نحيها. فضيل معاك فضيل هاك مانيش نسمع فيك حسين راك بعيد بزاف. هواري راك بعيد بزاف. قالوا لي ماكش سمع دروك تسمع فيا. انا نسمع فيك. اش قلت لي؟ قال لك ما تتكاش بيدك، ما ديرش يدك الا ايوه كن مستعد، كن عسكري مستعد كيما احنا فوزك كيما احنا. فوالا نروحوا للمستقبل الناخب الوطني. شفنا تصريحات عندها واحد مقطع نص ساعه خرجت في مواقع التواصل الاجتماعي تاع عمارات، سقساوها على امس، سقساوها على المستقبل تاع الماضي، قال لك نو كومنت. اليوم سقساها قال لهم تهرب من السؤال، قال لهم معك ما كان استقاله تاع جمهور الماضي لا والو، ولكن حسب المصادر وحسب الناس اللي راهي تخرج في الهضره يقول لك انا اليوم كان عندي مصدر موثوق قريب من الاتحاديه قال لك ما كان زيرو اتصال 0.00 اتصال منقطع بين الناخب الوطني والاتحاديه الجزائريه لكره القدم. معلومة جاتني من مصدر موثوق قال لك عندها واحد 3 أيام أو 4 الناخب الوطني اتصل بالأمين العام للفاف دبيشي سكرتير جنرال وطلب منه، مش طلبه استفسر قالوا عمارة وين تاي يروح اسكو 19 ماي بعد الجمعية العامة العادية أو يروح 9 جوان، واش رايكم في هذه؟ نبدو بفوضين بعد نروحوا لحسين. الحسين ما كاش مشكل، ما كاش مشكل. تفضل فوديل، سمعت السؤال؟ هربط ما يسمع فوديل. ماك تسمع فيا؟ ماك تسمع؟ أباك هواري شوف أنا راني نسمع فيك هنا عندي، راني نسمع فيك 5% ماني نسمع والو. أما لا دير كيتمان دير كيتمان دير ماشي كيتمان. راك بعيد بزاف هو الى درجه وين ما راني نسمع والو. انا لا لا عمي حسين نسمعو مليح. عمي حسين راني نسمع فيه ما راني نسمع هو راني نسمعو مليح. ما لا دوك راح في زوج راني نسمعكم مليح في زوج. عندك الريزو عيانة اما لا شوف معليش كملوا تشونتو ما نروح نجيب كيتمان ونجي روح. نعم هو شوف هذه قضية تاع الناخب الوطني أنا نظن تأخرنا كثير. اليوم الناخب الوطني مباشرة من المفروض مباشرة بعد الإقصاء أمام منتخب الكاميرون من المفروض مباشرة يجلس رأي الناخب الوطني مع رئيس الاتحادية أو مع المدير الفني الوطني ويكونوا حاضرين ويدير الرابور يديروا حوصلة على اسباب الاقصاء سواء بعد كاس افريقيا الامم او بعد الاقصاء امام الكاميرون يديروا يعني احصاء يديروا يقدموا اسباب يقدم يعني لماذا هذا الاقصاء. وهذه تندار في كل المنتخبات في كل البلدان تندار. اليوم احنا على بالنا بلي التيار لا يمر بين عماره وبالماضي، هذا شيء معروف. التيار ما يمرش بيناتهم، متعادين ما يحضروش مع بعض غير احيانا هذيك اللقطات هذيك تاع صحه امام الكاميرات باش نشوفوا يقولوا الامور على احسن ما يرام وهي ما رايش على احسن ما يرام.
هذه الخدمة من المفروض مباشرة بعد الإقصاء أمام المنتخب الكاميرون، أنا نظن كان على بال الماضي أن يبقى هنا في الجزائر، ما يمشيش ويدير اجتماع مع رئيس الاتحادية، يديروا الأسباب ويحدد مصيره مع المنتخب. قادر يقول لك أنا نروح، من حقه، قادر يبقى، هذا الشيء اللي راهم يطالبوا به الجزائريين. اليوم لما تدخل في وسائل التواصل الاجتماعي وتقرأ تشوف الناس تحاول يعني بشتى الطرق يقول لك غير بالماضي اللي يبقى. اليوم بالماضي حر، إذا حب يبقى راهو لبى طالب تاع الناس اللي طالب فيه بالبقاء، وإذا ربما عنده عروض أخرى أو هو حر يحب يروح، ما كاش اللي يقدر يقوله تبقى بالقوة. هذا الأمر من المفروض يندار مباشرة بعد مقابلة الكاميرون، خاصة وأننا بقلنا أقل من شهر ونصف رايحين نلعبوا مقابلة رسمية. أنا نتذكر في لما كان علي لوزيتش مدرب المنتخب الوطني قبل سنة، خاطرش بزاف اللي يقولوا كان علي لوزيتش يدرب، علي لوزيتش كان يدرب وروراوا جاب له غوركيف لسيدي موسى. واش صلاب بالضبط أنا ذاك؟ كان طلب من روراوا باش قال له روح نجلسوا باش تناقشوا باش نجدوا العقد. سنة قبل ما يخلص العقد تاعو مع المنتخب الوطني. روراوا طلب منه باش يتفاوضوا على تجديد العقد. علي لوزيتش كان كل مرة يقول له أعطيني شوية وقت. زيد أعطيني شوية وقت، أعطيني شوية وقت. هو أعطاه وقت، أعطاه مدد له، ومن بعد أعطاه تاريخ. قال له التاريخ الفلاني تجي نتجلسوا باش نتفاهموا. أوكي، ما تجيش أنا نخدم خدمتي. نهار فات هذاك التاريخ روراوا ما حبش يزيد يهدر، مباشرة راح جاب غوركيف. قال له وجد روحك بعد المونديال انت المدرب تاع المنتخب الوطني. وجابوا لسيدي موسى وتفاهموا وداروا كونترا، والاخر كان يخدم عادي، يعني لوزيش كان يخدم عادي. نهار اللي تقصينا من المونديال امام المانيا، من ذاك الغدوه غوركيف بدا يخدم نورمال. احنا هذا الشيء، وانا واش راني خايف هواري؟ راني خايف كاع واش رانا نستناو ومن بعد يفاجئونا يقول لك هو بالماضي قال ما نوليش. نعم. ويديرونا امام الامر الواقع ومن بعد المنتخب الوطني. راني نقول لك كل احتمالات وارده لحد الساعه، انت راك تقول لي باللي بالماضي ما اتصلوش به، ما كاش اللي اتصل به لحد الساعه. هو اتصل يسال الرئيس هذا يروح ما يروحش، هذا الرئيس راه في احتمالات بانه راح يبقى. تقول باللي الاتحاديه في هذه الايام غادي تبعث لها نوتيفيكاسيون تطلب تطالبه بتوضيح. رانا روتار هواري، رانا روتار بزاف. انا معاك، انا معاك، معليش راك تعرف جماعه الخط الاحمر. يا شوف هواري، هواري المنطق، المنطق شيء، اسمع المنطق شيء، والهضره الناس خلي تهضر تقول واش تحب، الله يسهل على الناس تهضر واش تحب. حنا نهضروا منطق كره القدم، هذا هو منتخبات، اسمع منتخبات واحد ما رانا ضده، ما رانا لا انا ضد حتى انسان. اسمع اسمع بالماضي نهضر الواقع، كاين نتائج، كاين كونترا، كاين امور، كاين امور قانونيه. ايماجيني كنا نهضروا راه رئيس اتحاديه مي بالماضي ما يجمعش معه. شوف هو انت طرحت، انت طرحت عليا سؤال، قلت لي بان بالماضي اسأل هل عماره يروح في 19 ماي ولا في 9 جوان. اسمح لي هواري، انت قلت لي بان بالماضي اسأل وقال هل بعماره يروح في 19 ماي او في 9 جوان. يعني هنا تفهم بانه بالماضي رسميه، يعني هنا تفهم بان بالماضي إذا كان بقى عمارة بالماضي يمشي. علاش؟ هو علاش راهو يسأل لي يقول لا يبقى عمارة ولا وين يروح عمارة؟ علاش راهو حب عمارة يروح؟ يا 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 حسين، أنت شهادة لله ورد السيد رمضان. منذ اتخاذ هذا عمارة عينة، أنا عيط له معين وعلى بالي ضاعف الكاوز، على بالي ضاعف أي حاجة. هل عرقل عمل جمال بالماضي في هذه السنة؟ ما عرقلش. ما دخلش روحه في المنتخب الوطني. كواليس كان ناقص. اسمع من الظلم حتى انسان. المنتخب الوطني المسؤول عليه كان جبال بالماضي. لا اسمع، المنتخب الوطني ما كان حتى واحد كان يتدخل. الدليل انه لما بالماضي لما عمارة حب يوقف كانوا هذاك صالح عبود وكان المناجر اللي كان حب يوقفهم عمارة بالماضي اعترض. قال له هذو ما يتوقفوش ويبقاو، لدرجه انه بقاو زوج ناطق رسمي باسم الاتحاديه، واحد يمشي مع المنتخب الوطني واحد في الاتحاديه،
هذاك زنطار ولا اسمه زنطار. وصالح عبود ولا زوج، يعني تشوف بان العماره، انا شوف انا علاش قلت لك من الاحسن لو كان بالماضي مثلا دار ندوه صحفيه او قدم تقرير تاعو على اسباب الاخفاق، وهنا كان على الاقل اذا كان هذا الاتحاديه كاين امور ربما ما وفروهملوش على ما نعرفوهمش، ربما طلب اشياء اللي ما وفروهالوش، كان من الاحسن انا نظن يدير ندوه صحفيه ولا ويشرح يقول يا ودي طلبت هذا واش طلبتها واش طلبت وما وفروليش هذه الامور. اليوم نعرفوا احنا باللي الاتحاد هذه صح قصرت في حق المنتخب الوطني، واليوم كنلوموا هذه الاتحاديه ونقولوا ما قدمتش للمنتخب الوطني، صح من حقنا نقولوها. لماذا؟ لان الناخب الوطني راه عطاها لكم مثلا قال بالدليل ها واش طلبوا ما وفرتولوش ها واش طلبوا ما وفرتولوش. ولكن اليوم لو كان يجي عماره يقول لك انا وفرت كل شيء، اذا عماره ما راح يتحمل حتى مسؤوليه. ما نظلموش الناس، ما نظلموا عماره، ما نظلموا بالماضي. هذا هو التقييم تاع العمل كيفاش راح يكون. الان انا علاش راني نقول لك، حنا نقولوا بان بالماضي راه سال، انت راك تقول انا هذه ما على باليش بهذه المعلومه، انت راك تقول بانه سال قال وين تيروح عماره هكذا، يعني هو راه حب عماره يمشي يقول لك وين تيروح يوم 19 ماي او 9 شهور، يعني راه حب عماره يمشي. دونك هو حسير في حاله ما، ورانا هدرنا في البدايه وقلنا باللي عماره المكتب الفيدرالي راح يرفضوا له الاستقاله، والجمعيه العامه راهم يخدموا في الجمعيه العامه باش اوتوماتيكمون يعني بالتعدي بالماضي راح يمشي. وانا هذا الشيء اللي انا خايف منه، الا يمشي لك بالماضي في الوقت هذا يروح ويخلي لك المنتخب الوطني ما هيش سهله، راح تبدا تصفيات ما راهيش سهله. انا ماذا بنا في اقرب وقت يتصلوا بالماضي يجيبوه، ولا يجيبوه من الاحسن يجيبوه، لان ما كاش كيفاش تروح عليه تهضر مع اهله، لان يهضر هنايا معاهم يجي الاتحاديه ويقعدوا على طاوله ويتفاهموا الشيء اللي هو كامل يتفاهموا عليه، كيفاش يعاودوا يقلعوا وينساوا الماضي هذايا. وخلينا هذه تاع 21 واش راح تقول فيفا، خليها هذه، خليها لموا عليها. احنا اللي يهمنا اليوم المنتخب الوطني، ويهمنا الخدمه انه جمال بالماضي يعاود ينطلق، لانه اليوم راه كاين اشكال، اليوم لاعبين معنويه يعني محطمين معنويا، لان وين راه اللي ما يحبش يلعب كاس العالم، احنا رانا بعاد وتحطمنا، يعني الواحد حتى ولا ما يقدرش يرقد، كي يجي يرقد يشوف هذيك الثواني الاخيره ينوض يهترف بهم. إيه يعني احنا تحطمنا، فما بالك اللاعبين اللي مع الناس. طب اسمع، اللاعب الامنيه تاعو يلعب كاس العالم، هذا اللاعبين اليوم معنويا راه محطمين، وتزيد انت غدوه ربما تقول له ما هو بالماضي قال ما نزيدش نجي، تزيد تكمل عليهم كامل. واليوم عيب اذا ما نروحوش لكوب دافريك كما قلت لك 24 منتخب، وما نروحوش كوب دافريك كوت ديفوار، او ما يبقى لنا والو. على هذا ان شاء الله بربي يعني يحضروا العقل، يعني الحكمه والعقل، وفي اقرب وقت يشوفوا الحل مع الناخب الوطني، وباش يعاود هذا المنتخب يعاود ينطلق. وانت عجل حكتك محلوقه، اما معلومات خرجت بعدها واحد التسويعه قال لك بلي عنده كونتاكت مع السد القطري وكذا وكذا. شكون هذا بالماضي؟ اخبار فيسبوكيه واخبار عندها صدى. شكون بالماضي عنده اتصالات مع السد؟ يقولوا عنده اتصالات، الناس هذا في الفيسبوك وقال لك عنده اتصالات مع السد القطري وباغي يدي بلاي. والله الفيسبوك هذا عيان هذا الفيسبوك، هاد الاتصالات ما على باليش. ممكن لا، حتى هذاك النهار كنا سمعنا بانه اتصالات تاع العراق واتصالات تاع تونس. شوف حتى هذيك المره سمعنا هذيك تاع تونس، ومن بعد كانت تكذيب من الاتحاديه التونسيه وتاع العراق، هما صح كانوا تاع العراق، كانوا حاولوا كيفاش يتصلوا به، اتصلوا ما اتصلوش الله اعلم. ولكن هذا الامور اللي ما كانتش رسميه، هذه الاتصالات اللي ما سمعناهمش من اطراف رسميه، انا ما نصدقهمش. هذه تاع بالماضي من مدرب تاع منتخب وطني بحجم منتخب الجزائر ومن بعد يعاود يولي يدرب في السد، انا ما نظنش هذه اللي تكون، لا ما نظنش، لان بالماضي اليوم راهو كبر وطموحه هو ثاني كبر. لا لا، نعم. السد القطري من اكبر الانديه في الخليج، ودربوه مدربين كبار اعلاميين. شوف يا هواري، اسمع، كاين مدربين، المدرب يطلع بدرجه بدرجه. اليوم بالماضي حتى ولا من بين احسن المدربين في العالم، راني معاك،
ولكن اليوم انا بتشوف انت يدرب في منتخب بحجم منتخب الجزائر ومن بعد يروح يدرب نادي، انا نظن خاصه مع واحد كيما بالماضي ومازال صغير، يعني ما مش كيما هذوك اللي المدربين اللي كبروا. انا ما نظنش باللي بالماضي يخلي المنتخب الجزائري من اجل فريق قطري، والله اعلم. شكرا خوتي، نروحوا اخر جزء واخر 10 دقائق باذن الله او 8 دقائق. خويا حسين تكلموا على السوجي اللي يحبوا يهضروا عليه الجماهير الجزائريه وخاصه الجماعه تاع لي ريزو سوسيو. هو كلنا ممكن، انا ما نكذبش عليك، انا ما كنتش ننتظر، ولكن اغلبيه الشعب حوالي 90% كانوا ينتظروا اليوم هلال تاهل الجزائر، وهو 21 ابريل، واليوم دخلنا يوم 22 ابريل، انا حوالي 3 ونصف صباحا بتوقيت اوروبا والثانية ونصف بتوقيت الجزائر. ما كان لا قرار فيفا، ما سمعنا حتى حاجه. شوف يا هواري، والله هذا الموضوع، والله انا مانيش نستنى في هذا التاريخ تاع 21، انا والله نسيت. هو اليوم يعني انا كنت نمشي في العاصمه اليوم، وكانوا بزاف اللي يسالوني وفيها خير واش تقول لنا واش كذا. انا حقيقه يعني هذا انا ماني نستنى في والو من فيفا. شوف انا كنت قلتها، شوف لو كان كاينه عقوبات مثلا، او كاين المقابله مثلا راح تعاد، على الاقل يلمحونا بمؤشر بسيط، على الاقل هذا الحاكم قصمه يوقفوه تحفظيا، قال راك موقف لان كاين قضيه راح تدرسها الفيفا، هي انت واش درت في المقابله تاع الجزائر الكاميرون، يوقفوه حتى يدرسوا القضيه هذه. كي يدرسوها الا فيها عقوبات ولا فيها المقابله تتعاود ولا شيء من هذا النوع ثمك، وفيها عقوبات مثلا تفرض عليه، ثمك يكملوا يعاقبوه، وين لقاو ما كان والو يعاودوا يردوه يا ربي تري. اليوم انت قاسم راهو الاسبوع الماضي هذا كان في جنوب افريقيا، كان معين في جنوب افريقيا، وراهو معين باش يا ربي تري في مصر، ومراقب الحكام اللي كان في حاضر البليده عطالو 8 نقاط على 10. اليوم انا نظن بان الاتحاديه، حتى الاتحاديه زادت شعله النار بهذه التعليقه اللي درنا طعن، وفي ال 21 راحت تدرسوا الفيفا وراح هذه. اليوم نكونوا واقعيين هواري، انا ما عنديش، انا نفسي ما تخلينيش نطمع الناس، لان على بالك واحد كي يطمع في حاجه، يطمع باللي راح يكسبها وفي اخر لحظه تروح له من بين يديه، على بالك كيفاش تكون الصدمه كبيره. انا ما نطمع، الو هتسمع فيا هواري؟ نسمع فيك، انقطعت، عاود الجمله. قلت لك انا شخصيا انا ما نطمعش الناس، انا اللي راهم يلقوني في الشارع ويسالوني كاملين نقول لهم ما تطمعوش بزاف، ما نطمعوش. اليوم خسرنا مقابله في ارضيه الميدان، خليها على الله، اذا كان كاش ما عطاونا هذاك واش رانا نحوسوا، ولا ما عطاوناش ما تكون الصدمه غدوه، تكون صدمه كبيره اللي مانيش عارف انا كل واحد كيفاش راح يستقبل الخبر في نهايه المطاف. انا الشيء اللي نتمنى اننا نخمو في المستقبل. انا شخصيا صح ماش راح نتجرحها الطريقه اللي انهزمنا بها امام الكاميرون، مانيش راح ننساها وماش راح نتجرحها ومانيش راح يعني بسهوله تقول لي بعد بالك شهر شهرين عام عامين، انا ما ننساهاش، يعني ضرتنا بزاف هذيك الطريقه اللي انهزمنا بها امام الكاميرون، ولكن يلزم نكونوا واقعيين. اليوم الكاميرون راهم في المونديال بصحتهم، خدموا في الكواليس ولا خدموا يعني ولا فازوا علينا في ارضيه الميدان، ولا الشيء اللي داروه وفازوا علينا، هذه هي كره القدم. اليوم ما نبقاوش نحلموا بزاف ونطمعوا بزاف، انا راني متاكد باللي هذه القضيه ما راح يكون فيها حتى شيء، والفيفا ماش راح تصدق علينا وما تعطينا والو. الفيفا تقول لك خسرت في فوق ارضيه الميدان، خسرت فوق ارضيه الميدان، وعلى هذا انا مانيش عاطيها اهميه، هذا
هذه القضيه تاع المقابله هذه تاع القرار اللي راح تخرج به الفيفا. انا جاتني معلومات قال لك حتى قاسما دون تقرير اسود على الناخب الوطني جاب الماضي، قال لك تلاقى معه في الطياره راحوا فيها راح برا تركيا ووقعت مناوشه، قال لك دونها ودار عليها بيفي الله يجيب الخير. يقدر يدير هو. شوف الحاكم، تعرف الحاكم، حاكم في مقابله هو الباترون، حتى شوف حتى في خارج البطوله. الملعب يتلقى بها، نعم خارج الملعب، حتى خارج الملعب هو. نعطيك مثال، هنا في البطوله نتاعنا لو كان مثلا اللاعب يكون مثلا لابس سيفيل ويتلاقى مع حكم في سوق في مارشي مثلا ويشتمه ولا يقول له حاجه، والحكم يدير به رابور في المارشي، لو كان يتلاقى في المارشي ولاعب مثلا يشتم حاكم ولا يدير به رابور الحكم، اللاعب هذاك يتسبوندا للحاكم، ماشي تقول خرج من التيران من الصطاد ندير فيه واش نحب، ممنوع. الحاكم بحال قاضي في محكمه، انت تقدر تضرب جيج في الزنقه، انت ما تقدر مثلا قاضي في محكمه تتلاقى في الشارع تقدر تسبه، تقدر تضربه، تتباصي تروح للسجن. نفس الشيء الحاكم، انا ما نظنش باللي بالماضي هبط المستوى باش يشتم قاسما، ولا ما نظنش هذه اللي يديرها بالماضي، ربما تشد معاه في الكلمات. قالوا انت حقار ولا طبعا حقار. ربما تزايدوا في الكلاب، ربما قال له حقرتنا، ربما هذه انا لو كان لقيته قاسما نقولها له مناوشات، ما ربما بالكلام هكذا، الا اذا قاسما حب مش عارف ضخم الامور ودار رابور، يتهم فيه بالماضي ايضا، نقولوا ربي وكيله، لانه واش اللي زاد اللي داروا لنا في التيران ولا زاد داروا مع المدرب، هذه كارثه. ويقدر يديرها، اذا كان تعرف اذا راهو خالص عليها يقدر يدير كل شيء. ولكن كما قلت انت ننتظروا كلش، لانه الفيفا قادره تفرض علينا عقوبات، قادره تقول لك باللي التنظيم كان سيء، قادره يقول لك باللي كسرتوا كراسي رميتهم في ارضيه الميدان، قادرين يديروا كل شيء هما. تعرف هما يشوفوا للرسميين، يشوفوا للرابور تاع الاربيتر، ويشوفوا الرابور تاع محافظ اللقاء وتاع المكلف بالامن، هذو كاملين يديروا دي رابور ويدفعوا من الفيفا، والفيفا تروح للرسمي ما تروحش للهضره تاع الفيسبوك. هما يروحوا للرسمي يشوفوا الاربيت واش كتب، ويشوفوا المحافظ واش كتب، والمكلف بالامن واش كتب، كاع يشوفوا واش كتبوا ويديروا الحوصله ويخرجوا العقوبات على واش كاين في لي رابور تاعهم. ولكن حسين نتكلم على في الموضوع باختصار كما يقولوا، شفنا هما اليوم بعثوا لي جماعه، كاين ناس متقفين، كاين واحد صديقي لاعب قديم ومدرب ويشتغل هنا في بلجيكا، بعث لي واحد الامور في اليوتيوب تقارير اليوم، قولينا في الاجتماع الفيفا قال باللي لازم زازين نعطوها حقها، لازم نعاقبوا قاسما، وكانت اجتماع قوي، وواحد قال لك بلي صاي الكاميرون راهي تحاول غير باش تعاود الماتش، هذا اللي راه عنده الادله الحيه، لا يقولوا عنده ادله حيه. يقول اليوم قالوا لي دار فيديو بعثوه لي، قال لك باللي الكاميرون راهي تحاول غير باش تعاود الماتش، والجزائر راهي تقول نو ما نروحوا ديريكت لاكوب دي مود. وللاسف الجماهير الجزائريه عاطفيه وراهي تامن في هذه الامور، وكاين الناس راهي ربحت دراهم كبار من هذه المواقع التواصل الاجتماعي، داروا دي فو كونت على راوراوا، داروا دي فو كونت على قاسما، داروا دي فو كونت على دي جورناليست وطلعوا، والناس راهي تخدم على روحها. وللاسف الشعب والله انت اسمع انت يقول لك احنا والله شوف احنا ما نكرهوا الجزائر وكذا وكذا للاسف. هو شوف هو انا شفت واحد المره واحد الحساب باسم محمد روراوا في فيسبوك، شفت واحد الحساب هذه عندها يعني عندها نقول لك حوالي سنتين او ثلاث سنوات، شفت واحد الحساب في اسمه محمد روراوا ودار واحد ستاتوي، يعني تشوف اللي كتب هذاك ستاتوي يعني عنده مستوى، يعني ماهوش من واحد من هذوك الدراري ولا اللي يديروه. اتصلت به قلت له الحاج يعني الشيء هذا اللي درته في فيسبوك، قال لي انا عمري ما عندي فيسبوك وعمري ما راح يكون عندي فيسبوك، قال لي هذوما اللي راهم يكتبوا باسمي الله يهديهم، هذا واش كاين درك انت راك تقول صح، كاين ناس استغلت الظرف هذا وبدات تكذب، المهم يطلع لي في عنده، والمهم يطلع لي جام عنده، المهم الناس تبدا تهضر عليه، يبداو يعرفوا، يبداو انا نقول ربي يهديهم، انا ما نقدرش ندير هذا الشيء،
انا فين عندي الصفحه وعندي فيها 186 الف ابوني ونقدر نكتب فيها واش نحب ونوصل المعلومه كيما نحب، ولكن يعني ضميري ما يخلينيش انا طبعا كاين اجانب طبعا كاين من مصر كاين من عده بلدان راهم يخدموا نعم راهم يخدموا استغلوا يعني الشبان تاعنا هذوما اللي ما يعرفوش مساكن اللي ما عندهمش خبره لي استغلوهم وتسمع ويقول لك راهم قالوا في الفيسبوك راهو قالوا فلان راهو قال فلان. لا ولد حسين والله يا ناس عندهم مستوى لا لا وطاحوا في الفخ والله لا عندهم مستوى ولكن الاغلبيه والله الاغلبيه اساتذه معلمين اطباء دخت على انا يا هواري انا راهم يتصلوا بيا من كل المستويات ويسالوني عن المقابله هل تعاد او لا تعاد. يا والله انا اتاسف يعني كنا لا تتذكر في 2004 لما خسرنا مع المغرب قد خمس ثواني كنا متاهلين للنصف النهائي ولكن خسرنا باثمون يعني بهدف هكذا بكره طايشه خسرنا عدلوا لنا ومن بعد رحنا الوقت الاضافي وسجلوا علينا. في نهايه المقابله خرجوا اشاعه قال لك باللي لاعبين مضوبيين تاع المغرب وخلاص رايحين يعطونا الماتش رايحين والناس حتى خرجت تحتفل وكلاكسون والدنيا في البلاد بارتو خرجوا الناس يحتفلوا وفي نهايه المطاف كانت صدمه الناس انضرت. لماذا؟ لانه قال لك باللي مجرد اشاعه والاشاعه هذيك تغذات ومشات على هذا انا نقول لك اليوم انا ما عنديش كوراج باش نطمع ناس ومن بعد نخليهم الصدمه تكون عليهم كبيره. انا نقول باللي انساوا الماضي وفكروا في المستقبل. ما فهمتش انا هاد العباد باين طينا مصنوعين. هنا نهضروا فصح يقول لكم انتم ايطوا الخلصه كنتم عدو الجزائر وعندكم تحيه شاكر تحيه مشكر يا ودي. انا نطلب منهم غير حاجه في هذا سيدنا رمضان قال لك ان لم تستحي افعل ما شئت. انا نطلب هاد الناس لا تفهم من احنا جاليه كاميرونيه وحنا اخونا وحنا اعداء. نطلب منكم حاجه نهالي هاد السوق يفرق وتظهر الحقيقه نطلبوا منكم تطلبوا غير الاعتذار منا. طلبوا الاعتذار بيا كنت راجل دوموند الاعتذار ما عند الرجال وروح هاد الناس اللي هم عايشينكم في حلم. اخر سؤال باختصار دقيقه ولا زوج حسين باسكو ما تكون تسمح لي هواري تسمح لي هواري انا بين الناس اللي اتصلوا بيا واحد قال لي مقابله تاع مصر واحد العام في 93 على ما اعتقد تعاودت مقابله تاع مصر مع زيمبابوي صح مصر فازوا بهدف مقابل صفر في القاهره ومن بعد كان الفيفا عاودت لهم المقابله ولعبوها في فرنسا وخسروا مصر وما مشاوش لكاس العالم. ولكن يا اخي هذيك علاش تعاودت المقابله؟ هذيك في مصر واحد مناصر سيبورتر ضرب بحجره ضرب الحارس نتاع زيمبابوي حارس جلوبلار اللي كان هذاك يلعب في ليفربول ضربوا بحجره فلقوا في راسه. هذيك اللي خلاتهم يعاودوا لهم الماتش الفيفا قررت باش تعاود المقابله وعاودت لهم في فرنسا. حسين واحد محمد بركان وإلا صرى العكس أنت تاني تطلب اعتذار نعم نديرو لايف أنا وحسين جناد ونعتذروا 100% أوكي. طبعا نعتذر وحتى حاجة مثلا ما تجينيني نورمال أنا اللي كي نغلط نقول غلط كي نغلط نقول غلط طبعا نعتذر ونطلب السماح من الجميع. أنا نغلق كل حساباتي ما زيدوش تشوفوني كاع في الريزو سوسيو يا هواري شوف يا سي هواري انت راك تطلب من الناس يعتذروا نهار تظهر الحقيقه. انا ما نطلب حتى من واحد يعتذر انا ما نقول حتى من واحد طلب مني السماح ولكن انا اذا حدث العكس انا نطلب منهم السماح. انا اقولها لك انا هكذا انا ما نغلطكمش انا ما نجيش نكذب عليكم اليوم انا نهدركم بالواقع ونهدركم واش صرا. قولي تم مقابله قولي تم يا ربي خلينا تقول لي تم مقابله تاع السنغال تعاودت مع جنوب افريقيا اي تعاودت ولكن هذاك الحاكم هذاك القهوه باللي كان مع شركه تاع مراهنات في اسيا وكانوا هما اللي طلبوا منه وقالوا له كيفاش ديروا كل شيء كتابي جابوا له كل شيء بالوثائق هذاك ثبتت عليه رشوه احكم اموال باش ربح جنوب افريقيا في السنغال في بلادهم مع السنغال. هذيك المقابله عاودوها حتى اليوم تقول لي واحد طبع بولحي ولا نعاود الماتش إيه والله راه مغلطينكم بزاف انا نقول لكم راه مغلطينكم بزاف. ضحكت فيفا واحد الكومونتير ضحكني قال لي حسين جناد هو سفير الكاميرون في الجزائر
مليحة هذه مليحة. اسمع هواري، انا كاميرون زرتها بزاف، انا انا زرتها كيقولوا ست عليا مرات، كاميرون، انا ست مرات هو انا زرتها 6 مرات، انا الدوبل تاعك. انا والله. اول زيارة عندها 22 سنة ملي مشيت الكاميرون. لا يا الكاميرون مشيت لها بزاف، انا يا مشيت لها بزاف، كيقولوا عليا عندك كاميروني حيون عاد. اللي قال بلي خمسين جنة تسافر الكاميرون حيون. انا عادي، كيقولوا عليا وانا شي السفير هذا حاضر، الكاميرون انا عادي جدا. سكيورتي، انا اجون سكيورتي تاع الباصات. معليش معليش، تسلم لي زكي، نسامحوهم، ما كاش مشكل، هو عنده خرجات يضحك والله يبارك. ما كاش مشكل. ما ان شاء الله عندنا خاطر عاد اسمع، عندنا شعب تعرف رائع، نهار لي العاطفة تاعهم اللي تسمعونهم، الرشوف هذه. تاع انا الرؤساء هو اللي لدي لهم هكا. شوف، انا شعبنا، شوف شعبنا حماسي، وانا خطره، انا خطره درت ديك، انا لحقت قريب ضربت حكم في مقابله تاع منتخب وطني، للدرجه اعتقلوني الشرطه وكانوا دايني، ونهار دايني الشرطه واحد البوليس قال لي ما عرفتش، قال لي كنت تعطيه بدماغ تجيبه، يعني حتى البوليس اللي اعتقلني وكان يقول لي علاش علاش ما متنتلوش الضربه. يعني احنا الشعب هذا هو شعب حماسي، ويحب منتخب بلاده، والله غالب كامل نحبوا منتخب بلادنا، شكون اللي ما يحبش منتخب بلاده؟ شكون اللي ما يحبش يروح المونديال؟ انا واحد من الناس لو كانت اهلنا المونديال نروح القطر، علاش ما نروحش القطر؟ ماذا بيا نكون حاضر المونديال. انت راك حضرت في المونديال تاع البرازيل وشفت، وربما حضرت في جنوب افريقيا وشفنا يعني الاجواء كيفاش تكون في المونديال، شيء خارق العاده. شكون اللي ما يحبش يكون في المونديال؟ ولكن كما كتبهاش ربي ما كتبهاش، وهذا واش كاين. نشوفوا المستقبل وطي صفحة جديدة ان شاء الله شوف. ان شاء الله. نقول لك ليلة سعيدة، لا شكرا لك، ويسمحوا لنا اللي راهم يتبعوا فينا الليله في هذا اللايف. سؤال دوم نداول على واحد السؤال، وما الوقت ما يكفيناش كما يقولوا، ما يقدناش الوقت سي با، ما دوم نداولنا على نحكوا على مباراة الأهلي وعقوبة مهدي عبد الشارف، عبد الشريف. نتمنى انت ديرها فيديو ونشوفوها في الصفحة تاعك ان شاء الله وفي القناة تاعك. يا خويا شكرا لكم، ويسمحوا لنا اللي سهرناهم معنا بزاف الليله، وان شاء الله ما نكونوش كما قلت لك في بدايه الفيديو، ان شاء الله ما نكونوش سبب غدوه باش ما ينوضوش الجماعه يقول لك سهرنا مع حسين وهواري. مبروك لا لا، عليك، روحوا ارقدوا، روحوا مبروك عليك ترقدوا. منصب سفير الكاميرون. الله يبارك فيك، نقول لهم روحوا ترقدوا وغدوه نوضوا، صلوا صلاتكم وصوموا رمضانكم، وربي يتقبل منا منكم ان شاء الله، ونزيدوا نتلاقاو في مناسبات اخرى، ربي يحفظكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، شكرا.